فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتاة تقول: أنا فتاة في الجامعة، واليوم يا فضيلة الشيخ كان لدي اختبار، وفي أثناء الإجابة في مسألة من الأسئلة شككت. تقول: أنا فتاة في الجامعة، في هذا اليوم كان لدي اختبار، وفي أثناء الإجابة على الأسئلة شككت في جواب سؤال، فسألت معلمة المادة فأجابتني على هذا السؤال، فما حكم فعلي ذلك وفعلها؟ ما دام سلمت الجواب، كتبتيه وسلمتيه بيد المسؤولين، تسألين هل هو صواب ولا لا، فلا مانع من ذلك، من باب الاستطلاع فقط. أما إن كان القصد أنك توصين المعلمة أو المسؤول أنه يتسامح عن الجواب إذا صار في خطأ، هذا لا يجوز. نعم.